أيها المسلمون، صلاة العلم ركعتان وهي سنة، نكبر تكبيرة الإحرام ثم نقرأ دعاء الاستفتاح، ثم نكبر السبع تكبيرات الزوائد، نقول بين كل تكبيرة وأخرى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم نقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من الكتاب الكريم، وفي الركعة الثانية نكبر تكبيرة القيام، ثم نكبر خمس تكبيرات زوائد قبل القراءة، ونقول بين كل تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم نقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من الكتاب المجيد. استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله، استقيموا واعتدلوا أثاثنا وأثاثكم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها
Oh.
Merci.